بالتفصيل ولتقديم كتابه في تبادل العريضة لكل قائد البرامج بالإشارة. محمد الركراكي استاذ بالمعهد العالي اعلام الاتصال والكاتب العام للمعهد. اليوم تشرفت بتقديم كتاب الاستاذ عبد المجيد فاضل الذي هو استاذ بالمعهد العالي لاعلام الاتصال على مدى عقود طويله ومدير المعهد. الكتاب هو اقتصاد التلفزيون بين اكراهات التمويل والخدمه العموميه، ومن خلال عنوان الكتاب نحن امام منتوج متميز متخصص. الكاتب خصه لدراسه طبيعه التلفزيون، طبيعه الانتاج في التلفزيون، ما هي الاكراهات التي يواجهها التلفزيون من حيث كلفة ومن حيث طبيعة المنتوج. الكل يتحدث عن التلفزيون ولكن لا نعرف طبيعة هذا التلفزيون، كيف يمول، ما هو طبيعة المنتوج، ما هي الفاعلون المتدخلون في هذا الانتاج. وقد قسم الباحث دراسته الى ثلاث محاور اساسية. المحور الاول خصه الحديث عن طبيعة التلفزيون وخصوصيات هذا المنتوج، ثم ما هو طبيعة هذا المنتوج وكيف يمول، مع اعطاء نماذج حول النماذج المغربية والنماذج الأوروبية والأمريكية. وتعرفون بأن نموذج التلفزيون قد انطلق من النموذج الأمريكي، والنموذج الأمريكي اعتمد على اقتصاد السوق وإشهار، والنموذج الأوروبي انطلق كخدمة عمومية. إذن أعيد بأن الكتاب متميز، يتطرق إلى إشكالية كبيرة جدا وهي طبيعة الاقتصاد في التلفزيون وما هي طبيعة هذا المنتوج والإكراهات التي يواجهها. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي.